شايف شكل المباراة النهائية ازاي يا كابتن علاء؟ المباراة النهائية أتمنى نكون في القاهرة. طب هي خلاص في القاهرة ما بين فريقين مصريين إن شاء الله. نادي الزمالك يوفق في مباراته مع الرجاء. مباراة هتبقى من عيار تقيل 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 مش صغار يعني. لا تقيل قوي. يعني لو قلنا لو مع الرجاء أو مع الزمالك هي مباراة مع يعني أي من الفريقين يعني. لكن لو مع الزمالك هتبقى أكتر شوية يعني. طبعا جماهيرية مش أكتر صعوبة لكن أكتر إثارة وتشويق طبعا. يعني كفاية ماتشات الأهلي والزمالك في الدوري، ماتشات الأهلي في الكاس، ماتشات في الدورة رمضانية مثلا تمام. لا تتلعب على نهائي بطولة أفريقيا أهلي وزمالك. فالمباراة هتبقى من العيار التقيل يعني. أعتقد إن هي هتبقى مباراة مش مصر بس هتفرج عليها، العالم كله هيتفرج عليها.